سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه وحوالكم طيبه. واخيرا واخيرا جات الحلقه الاخيره نتاع هذه القصه اللي عذبتني بزاف وبزاف وبزاف، ومازال ما بقتش تسالى. داكشي باش اضطريت انني نرتاح البارح، لان اختي عندي واحد المجهود رهيب باش نقدر نحط لكم هذه المرحله مختصره جدا، لانه صاحبه الحكايه ما عاونتنيش وهي راه عارفه راسها. فخلوني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم فين خليناها البارح. فاش سقت مرت خوه باللي انه كيترافق معايا باللي انه هو بغاني المعقول، حاولت انها تحرضوا عليا وتحرض خوه عليا، حاولت العائلة ديالو انهم يبعدوني عليه حيتاش عرفوا الماضي ديال الام ديالي كيفاش، وكان عند بالهم باللي انا راني كنشبه ليها. هنا فين بديت انا كنفكر كيفاش هاد الشاب انه يتزوج بيا اليوم قبل غدا، علما انه عمرني مازال ما بريت من الخيالات نتاع الماضي، داكشي اللي كنت كنشوف، وصلا اللي ما قدرتش نصلي لانه داكشي ديال ديك الحاجة كنبقى مازال تابعني. هنا جلست تنفكر حتى قلت راني لقيتها. مشيت صليت واحد زوج ركعات وقلت يا ربي، وانا خصكم تعرفوا بلي انا من النوع اللي تنجلس وكنشكي على سيدي ربي بحال الا قالت حدايا شي حد. فبديت تنقول ليه شفتي يا ربي شنو طرا ليا، وحقروا عليا وتكرفسوا عليا وفعلوا وتركوا ليا، علما انني ما كنتش قلت لكم بلي انه انا مع ديك الحاجه درت زوج ديال المحاولات ديال الانتحار اللي ما نجحوش ليا. وفيهم بديت كنقول علاش يا ربي ما بغيتينيش عندك، بنادم ما بغانيش عندك، وحتى انت، علما ان امي كتهضر فيا عند الناس وكتقول بلي انا فاسده، علما انا تنخدم وكنعطيها، وكنت كنقلب معاها غير على الجو العائلي اللي ما لقيتوش. دازت مده وانا على علاقه بهذا السيد لعائلته ما باغينيش، هو كان تيعاونني ولكن انا كنت ساده عليه. حتى لواحد النهار جات كتدق عليا واحد البنت باش تقول ليا بلي انه ردي بال من فلان، راه غير تيضحك عليك كيف ما ضحك عليا، وراني معاه 7 سنين. هادي نعم 7 سنين كون فاش بنيتي مستقبلك. سمعي نقول لك، شفتي داك فلان ديالك؟ انا اصلا ما داخلش ليا المخي وما عندي ما ندير به، واذا شفتو بلي انا صالح ليا راه ما نعقلش عليك، وهادي غير حطيها مزيان في مخك. واذا ضحك عليك انتيا حيتاش سهله انا ماشي بحالك، تما فين غادي تحقد عليا؟ وفي هذه المرحله غادي تبدا شبه الحرب ما بيني وما بين امي. واحد النهار كنت خدامه وجا عندي واحد السيد قال لي شنو كتجيك فلانه، قلت ليه اختك ومخالفين في الكنيه. اختي ولكن غير من امي. ايوا قولي ليها باش انها تجمع راسها ولا نديوها للاصلاحيه. وعلاش اسيدي؟ راه كنلقى مع الزوافريه كتشطح في واحد البلاصه معروفه مع الزوج 3 ديال الصباح. بالله عليكم انا تنخدم في القهوه تنجي معها 10 11 ديال الليل، وهي اللي برهوشه ما كدير حتى شي حاجه في حياتها، كتدخل حتى 4 5 ديال الصباح. ويا ما كندخل وكنسول امي فين هي بنتك، لا مع خوك لا هنا لا هنا، اودي جمعي بنتك راه الوقت صعيب امي، وراه البنت طايشه شنو هو بزاف عليك، وبنتي انا راني مربيها وما توصليش ليها وغير دخلي سوق راسك. وانا ما عارفش علاش ما كندخلش سوق راسي. هاد امي واختي عزيز عليهم الشوها بداو كيغوتوا. جا داك السيد اللي بغى يخطبني حيت كنت تعرفهم من قبل كيف قلت لكم، وقال لهم صافي بركه مشوها غير بشويه عليكم. قلت صافا الليل هذا حشومه، سيري بدلي ساعه بوحده اخرى. فرجعت عند امي باش نقول لها الله يسامح، تنسمعها كتقول داك السيد وهي كاع ما فيها النفس شحال من عام هذا عاد جايه عندي تمشي تعطيني اتساع، وفلانه زعما حشومه راه بنتك هذيك وماشي بنتي تبعد مني، واش انا الحاله المدنيه وحيدتها منها ومازال جايه تحشمني مع عباد الله. جلست في الدروج تنبكي حتى بردت، وجات جراتها بنتها ومشيت عندها وقلت ليها سمحي ليا راني ما قصدتش وراني خايفه غير على البنت، راه الدنيا عامره بولاد الحرام. انا شديت اختي وقلت ليها غدا غادي نمشيو نديرو سيرتيفيكا اختي فلانه باش اللي جاي يدوي فيك غادي نسدو ليه فمو بهاد الورقه. اشنا هو سيري بعدي مني وقولي لهاد خيتي تعطيني اتساع امي، قول لها تبعد مني. بقاو كيتغاوتو زدت وخليتهم لانه عييت. المهم في الاخير وليت تنفكر كيفاش انني نقاد لاكار ديالي، لانه انا باغا نهرب وهذا المحيط ما لايقش ليا. بغيت نمشي لشي حاجه اللي ما فيها حتى شي مخلوق، شي بلاصه ما فيها حتى شي كماره كنعرفها، كان هذا هو المخطط ديالي. وفي انتظار انني باش نحققه، واحد النهار ولدها ولد امي فاق ومشى سرق ليا لاكارت ميموار ديالي اللي فيها كاع تصاوري ومشى باعها ب5 دراهم. نط كنهضر وبدات تغوت ولدي ماشي شفار وماشي هادي وماشي هادي. المهم مشات عند الناس باش تقول لهم بلي انه بنتي خصها تعطيني اتساع، غادي نضرب معاهم من جديد. وطلع لي الدم، وكانت واحد القرعه ديال المناضه فوق الطبله غادي نشير بها بلا ما نحس على الحيط لانه تعصبت بزاف معاهم وكنغوت. مشاو خرجوا خلاوني غير مع واحد البنت كنت كنعرفها تما، كنبكي وكنجدب
كنخدم وكنجبدها من دم جوفي، وفي الاخير تيشفروني وتيشفرو حوايجي، وكانوا معفوني وقهروني. خاصني نجي مع 12 ديال الليل، وخصني نسيق وخصني نقي، حيتاش الجيران كيتشكاو من ريحه الخنز اللي فعلا عزكم الله كان عاطي، حيتاش ما كانوش ينقيو. وكنجي في الاخير ما كنلقاش حتى حقي من شي حاجه ديال الماكله، وانا اللي كنت كنصرف في الاصل. ضربني بكا وسبقني وشكا، هي ديال امي، مشات خرجت ديكلارات بيا، وما خلات ما خرجت فيا عند البوليس وعند الجيران. وهذه راه امي اللي شحال ما عاودت لكم عليها ما غاديش تثقوا بيا وشنو خرجت فيا. جعرت وفقت مع النبوري، وقف عليا ديك الخليله ديال داك اللي بغى يخطبني، باش انها تقول لي ها شنو قالت فيك امك. انا حدي قلت لها يا غادي تكركبي مع الدروج وتمشي في حالك، يا غادي نحكم لها الشرجم. خرجت وجريت على امي وولادها وحلفت لهم النهار تدور بصحتي ما غاديش نرحمكم. هي ما كان غير مسخوط الوالدين وما تنعرفكش، وانت غير فاسده وانت فاعله وتاركه، كطيحي عليا غير الباطل. ما بقيتش كنحس بها امي نهائيا، ف غادي تلا بهم انهم في الاخير يسكنوا في واحد الزنقه، حيتاش ما حمدوش الله انا اللي قبلت عليهم في الاول وسكنتهم عندي وكريت ليهم وصرفت عليهم، وفي الاخير حتى شي حد ما قبل انه يدخلهم عنده. فشنو غادي يديروا؟ مشاو لواحد الساحه في واحد الزنقه، وتما فين غادي يحطوا الشرط ديالهم وغادي ينعسوا. ما نكذبش عليكم انا حنينه، ولكن والله ما بقى فيا، حيتاش المسمات بمي ما خلات ما خرجت فيا كي قلت لكم، ونهشت في الحمي وحيدتني من الحاله المدنيه. وانا المشكل انني بريئه من كل شيء وبشرفي وبكرامتي، وانا هي اللي مضويه وسط كاع دوك الدراري كلهم اللي عندها واللي خرجوا لها شمكاره من تما علنت عليهم الحرب. ما بقى عندي ما ندير بهم، حيتاش امي واختي كلاو ليا الحمي وما خلاو ما خرجوا فيا. وعاد كاينه معايا ديك البنت، واحد النهار غادي نوض وغادي نمشي عند ديك عمتي اللي هي في الاصل عمه ماما، وقلت لها بلي انا راني عييت وبغيت نصايب ورقيه. قالت لي سيري هبطي للمحكمه وما تدي معك حتى شي ورقه. خليت ليها تخبي لي العقد ديال امي وبا اللي تحرفت باش انني نهزهم من عندك الحاجه، ومن بعد مشيت للمحكمه واللي ليها ليها. قلت لهم اشنو كاين وراني بغيت اللي يعاوني. دخلوني عند واحد السيده وبكيت عليها حتى شبعت بقوه الحقره اللي تحقرت. جلساتني وعنقاتني وقالت لي قسما بالله اذا بقى نهار في عمري حتى غادي نوقف معك انك تشدي لاكارت ديالك ما بين يديك، واذا بغيتي حتى انني ندي ديك امك نصيفطها لك الحبس انا معاك. راه عندها خيانه زوجيه ديال 19 عام وبالدليل مقطوع، لدرجه انه معها غير 5 ديال الدراري وما بقاتش عاقله على شحال والده بقوه ولد وعطي. الروينه الكحله نايضه عندها. انا ما بغيتش نصيفطها للحبس، لا انا بغيتها تعطيني غير اتساع، انا باغا غير نصايب ورقيه وصافي لا غير. المهم وقفات معايا ديك السيده وقالت لي غتمشي عندها تعطيك واحد الاعتراف مني باللي انك انت يا بنتها. مشيت عندها وهي تقول لي شنو هو، سيري سيري بهاد الطريقه اللي ما بغاش تنسى ليا، كون كنتي بنتي كاع ما غادي نلوحك هذه شحال من عام. وهاد الكلمه بالضبط هي اللي قهرتني. واخا ما قلتي عيب الدنيا هانيه، مشيت عند ديك السيده في المحكمه اللي قالت لي صافي بلاش غتقدي ورقك وبزيد منها. دزت من تفاصيل ديال المحكمه وقدام القاضي اللي فيهم، فعلا اول مره كنحس براسي بلي انني بوحدي في الدنيا. المهم دازت 15 يوم وفي الجلسه الثانيه غادي تكون فرحتي كبيره، وهذه غادي تكون اول مره غادي نفرح من قلبي وغادي نكون قويه وكثر من الاول. غادي تعيط لي ديك السيده وهي كتبكي، صفا راه تصدر فيك الحكم وراه تقبل الملف ديالك، ومن هنا النهار فلاني غادي تخرج لك الحاله المدنيه ديالك بوحدك. ما نكذبش عليكم غدا وسط الزنقه وتنبكي، وعيت على السيد اللي بغاني المعقول حيت هو اللي كان سند ليا، كنغوت وكنقول ليه الحمد لله خرجت لي الحاله المدنيه، واحد الفرحه ما كتصورش. غادي يخرجوا لي ورقيه باش انني ندفع لاكارت وانا ما مسيقاش، وهذا كان اكبر انجاز درته في حياتي لانه العالم كله كان واقف ضدي. هنا غادي نبدا في مشكل واحد اخر، انه داك السيد اللي بغاني الزواج خوه كان قال ليه يا اما غادي تزوج بوحده من خواتات مرتي يا اما غادي تخرج عليا من الدار. جرى عليه وما عنده فين يمشي، جا عندي وقال لي ها شنو كاين وها شنو كاين، وراه خاصني نقلب فين نجلس، وراه حتى حوايجي ما عطاهمش ليا خويا. انا ديك الساعه تحولت من ديك الدار لدار واحده اخرى اللي كانت كبيره وواسعه، قلت ليه اجي تسكن معايا. كيفاش نسكن معاك امك اصلا مخسره لك الصوره ديالك ما بين الناس، ولا جيت عندك غادي ناكد نيت بلي انه هادشي اللي كيتقال راه كاين. انا ما تيهمني حتى شي حد فلان، وانت في الاول طحتي معايا ودابا انا غادي نوقف معاك راجل. جا وسكنتو معايا وقسما بالله عمر ما دار ليا شي حاجه،
ولا طرات ما بيناتنا شي حاجه، واخا عاودوا لي عليه بزاف وبلا نوت يضحك على البنات وكيتبسل عليهم، انا عمري ما شفت فيه هذا الشيء، عمره ما مد عليا يديه ولا قاسني. وهو قال لي واحد المره منه لنفسه، قال لي بلي انا عمره ما شفت وحده بزز منها، وهما اللي كانوا كيبيعوا ليه ريوسهم رخاص. فبقى ساكن معايا مده، وديك الساعه غادي تنوض مرت خوه اللي ما كان ما بينه وما بين حتى شي حاجه نهائيا. اول حاجه غادي دير ليه هي انه غادي تهز ليه لاكارت كيشي ديالو، ومن تحت ناموسيتو القول الوراقي ديالي اللي غادي تحرقهم كاملهم. وانا اهم حاجه عندي فيهم هما داك العقد ديال امي وبا. علاش؟ كيفاش دخلهم عندي؟ الله اعلم. بدات كتصيفط ليه الميساجات، هذيك اللي انت معاها راه الفعه وفاسده وراه بغات تفرقك على خوك، وكيف دايره امها راه حتى هي غادي تكون وراه غير سحاره. وانا سكت وما كنتش ندوي. انا ديما تابعني اللقب ديال انه امي فاسده وانا راني بحالها، فاش نقول ليه صافي الله يعاونك بركه عليا من المشاكل، تيبدا هو تيطيح ليا وتيبدا تيبكي، وانا خرجت من الدار على قبلك وانا تنبغيك ودرت ليك وفعلت ليك وتركت ليك. انا راه هادشي ما مسلكنيش فلان، انا راني ما قداش عليه، راني عييت من المشاكل. هنا فين غادي نتعرف على واحد البنت اللي كان وقع لها مشكل، وانا من نوع اذا دخلتي معايا كنثق فيك وكنامن لك كل شيء. وهكذا كنت مع هاد البنت اللي فاش غادي تجي عندي ما غادي نخلي ما ندير على قبلها، ودانت الصداقه ديالنا لمده 5 سنين. وفين ما طرا شي مشكل كنت كنعاودو ليها، حتى قالت لي بلي انه راني كنعرف واحد السيد اللي دقته صحيحه. شكون؟ واحد الفقيه فلانه. الا هادشي انا راه ما عنديش معاه، وراكي عارفه القصه ديالي والماضي ديالي مع المشعوذين. لا، غادي تغامري وديري وتفعلي وتركي، وفلان من غدا غادي يتزوج بك الا تبعتيني. ياك اختي من نيتك بغيتي نخسر ربي ونخسر راسي على واحد انا ما ضمناش واش يتزوج بيا اصلا؟ بقات كتسبني. تنقول شوفي يا ربي صحيبتي شحال دوزت معاها وكتشفى فيا. المهم غادي يدوزو شلا حوايج اللي فيهم غادي نعرف بلي انا واد السيد خدام ودمار وراجل وكيبغيني، وغير تيطلع ليا الدم وكنبغي نزيد فحالي تيبدا يبكي ويذوق فيا لانه متشبت بيا. هاد الوقت طلعت لي الدنيا فراسي، وكنقول ما عندي فين نمشي، وانا من النوع اللي عمر ما تبع قلبه ولكن عقله. داكشي باش عمرني ما درت شي علاقه في حياتي، انا تنقلب على الاستقرار والحب. عندي فكره بلي انه ما تيعيش، انا بغيت اللي يبغيني واللي هو اللي يختارني وماشي انا اللي نبغيه، وفي الاخير ما يصدقش ليا. واحد النهار قعدت نفكر، جاتني واحد الفكره جهنميه باش انه نتزوج به. شوفوا شنو غادي ندير. مشيت خديت زوج ديال النوامر جداد، وبقيت جالسه تنفكر واحد 4 ايام شنو غادي ندير بهم، علما انه هاد السيد اللي بغاني خدم في واحد الفران اللي كيمشي ليه مع الزوج ديال الليل وكيجي مع 7 ديال الصباح. فكرت حتى عييت، وعيت لديك الخليله ديالو الاولى اللي كانت جات عندي على قبله. خرجت منها العيب حيت اصلا كانت محلفه عليا، وسجلت كاع داكشي ديالها اللي فيه التهديدات الى ما اخره، وغادي نصيفطها لمرتي الاخرى. ومشيت عنده قلت ليه شوف لنا شنو كتقول ليا، وراه بغات تصيفطني للحبس حيت انت باغي لي، وانا هادشي راه ما مسلكنيش اخويا. قال لي لا، ودابا نشوفوا شنو غادي نديروا زعما نلقاو شي حل. لا راه ما كاين حتى شي حل فلان، غدا الصباح غادي تخرج انت من الخدمه وغادي نمشيو لعندها باش نحيحي عليها، حيت هادشي بسببك انت، انا دايره فيك غير خير وسكنتك معايا فما تجبدش ليا المشاكل عافاك. صباح صباح وقلت يا ربي تخرج هذا الطرح على خير، حيت معوله على الخطه ديالي انها تصدق. مشينا عندها لقيت امها وقلت لها سلام خالتي لاباس عليك؟ يخوليك الدراس شنو باغا ياك؟ ايوا عرفتي شنو خالتي، جمعي عليا بنتك ولا غادي نوصلوا شي مصل ماشي هما هذوك. هنا خليتها كتخرج المعيار اللي مصمطه لتحت، وبقات هي الفاعله هي التاركه حتى دخلت بنتها. فاش شافتني بغات تدفل عليا، دورت ليها وجهها، وهنا فين بغات طير لي على وجهي شديتها. والله ما نكذب عليكم اذا بردت فيها سمي كامل وجنوني، وخرجت كاع الافتراءات اللي لحت عليا. حتى داك المس اللي فيا كان معاوني، كنت اذا مشيت شنقت على شي واحد ما ترخيش. المهم داز داك النهار ودازت شوها عالميه اللي ما كاينش وما ساقش ليها الخبار. فاش سالينا قلت لهذاك يلا تبعني عند الجوندار. مشيت زدت كرف استحالتي في الطريق وقلت لي سير ضرب راسك ويلا ندخلو. دخلت ودرت بهم شكايه مع الميساج اللي كانت مصيفطه ليا بنتها وكتهددني. قال لي شنو كيجيك هذا؟ هو ينقص. قال لي راه حنا مخطوبين. قلت لي لا عندك الشاف، هذا غير الصديق ديالي وراني مسكنه معايا في الدار. شنو هو؟ واش عرفتي فلان بلي انك غادي تمشي للحبس بالفساد و و و؟ هادشي درتو انا بالعاني باش انه يتزوج بيا ونوقف ديك الخليله ديالو السابقه عند الحد ديالها باش نوصل للهدف ديالي. هنا بدينا كنجمعوا الوراق ديالنا ودفعناهم وغادي نديروا العقد. السيده هي عاد جايه باش دير بيا شكايه باللي صفاء هي والخليل ديالها راجو تكرفصوا علينا و و و. قال هذاك اللي في الكوميساريه ايوا صلحي الالفاظ ديالك. علاش؟ هذا راجلها
ما فهمت والو، بدات غير كتقلب في عينيا. وبفضل لهذا المشكل غادي ندير العقد ديالي براجلي، وغادي ندير حفله صغيره اللي ما جا فيها لا امي ولا اخوه. وهنا غادي ندخلوا في مرحله واحده اخرى، انه ما قدرتش نخليه انه يقيسني، لانه غادي نكتشف راسي باللي انه عندي تقاف. مشيت عند الطبيب حتى جاب الله التيسير، وهادشي اللي كنعاود لكم راه باختصار مفيد حيت الاحداث ما غاديش يساليو. من بعد 5 شهور من زواجي لقيت راسي بلي انني حامله، وهنا غادي نبدا نشوف شي حاجات عندي في الدار. وهنا غنرجع للمرحله الاولى من القصه ديالي. كضربني في قبل الليل، وحيت عندي وسط الدار واحد المريحه فيها النخله كانت كتبان ليا ديما مهزوزه وكتلعب. كنبدا كنغوت وكنقول لراجلي اجي تشوف النخله راه مهزوزه، هو تيقول لي لا صفاء راه ما كاين والو. وحيت هو كيخدم بالليل تيخليني بوحدي، فاش كضربني الفيقه تلقى السقف نازل لعندي، وكنبقى كل اللي كنترعد وكنسمع الاصوات. وليت كنشك واش فيا شي خلل، واش فيا شي مرض. تنحس بعض المرات بلي انه فيا زوج ديال الناس تيهضروا فيا، واحد تيعطي الراي وواحد تيرد عليه، وهادشي كله غير في راسي. غادي نتحولوا لمدينه واحده اخرى، وغادي نتلاقاو مع شي اطراف من العائله ديالو اللي كانوا تيمشيو عند الراقي، وتما فين غادي نعرف بلي انه فيا المس. وانا في الطريق باش انه نوصلوا عند داك الراقي، كل مره كنت تنجلس ليهم في الارض وتنقول لهم راني عييت، راني فيا الجوع، راني سخفت. وكنبدا نغوت ليهم، هما تيجروني. وهنا غادي تعيق بيا بنت خالته اللي قالت لراجلي راه مرتك ماشي هي هذيك، ويقدر داكشي اللي فيها هو اللي ما باغيش يمشي. مشيت ودخلت وغير بزز. قال لهم الراقي راه سيده حامله وتقدر تتاثر ويموت ليها داكشي اللي فكرشها بقوه الرقيه اللي غادي ندير ليها. رغباتو بنت خالت راجلي وقالت ليها العار لا ما دير معاها غير شي حاجه خفيفه، بمعنى شي رقيه جماعيه باش هي ما تتاثرش. بدا السيد ترقي وكل واحد وشنو كان تيوقع ليه، حتى لواحد شويه غادي نبدا انا كنغوت وتنقول ليه ما تحرقنيش ما تحرقنيش. قال لهم الراقي راه ما فيها والو. وهنا داكشي اللي فيا شويه بدا كينطق، شفتي هذه اللي حقرتي تشحفك في هادشي كامل، راك مازال ما شفتي منها والو. بديت كنغوت وبعدو مني تيرش عليا الماء وكنقول ليه راك كتحرقني. داك السيد ما كانش كيقيس العيالات، السيده اللي معاه هي اللي كانت كتجي كتشدنا. من تما غادي نبدا ننطق ونهضر ونقول شنو فيا. كل واحد فيا في شكل، ها اللي سكيري، ها اللي دياني، ها اللي يهودي. وتما غادي تقلب حياتي. كنت نعسى واحد النهار ما بيا ما عليا، حتى غادي نطلع فوق من راجلي وغادي نشنقو وغنقول ليه شكون انت اللي ناعس حدا هاد المراه. داز عليا العذاب حتى هو داز عليه العذاب معايا. حتى لواحد النهار داكشي اللي فيا ونطق وقال لراجلي سير هبط لبلادك، راه خوك تيخطط لك لشي حاجه. مشى فعلا راجلي عند الراقي هو الاول، قال لي شنو كاين؟ قال لي ما تبقاش تشيق داكشي اللي تيقول لك الجن بزاف، شوي غادي يعيط ليه شي واحد من البشاويه من المدينه ديالو الاصل، وغادي يقول ليه راه خوك تيقاد الوراق ديال الدار واللي فيهم غير سميتو هو، وديك الدار اللي هي في الاصل الدار ديال الورثه. مشينا بزوج وغادي يضربوا على الوراق حيت ديك الدار هي ديال باهم في الاصل ديال الورثه كيف قلت لكم. قلت ليه غادي تاخذ حقك فلان في الدار، حيت حنا ولينا دابا ثلاثه، يعني خاصنا نضمنوا لولادنا فين يجلسوا فين يستقروا. مطلبتي غير الموجوده صفاء. مشى عند خوه قال لي راني بغيت نقسم. وعلاش بغيتي تقسم وحرشتك ديك اللفعه وكلاتك وسحرات ليك؟ سير دير لراسك شي حل. غادي تقسم الورث وتيقول لك سير غير بالنيه، ما غادي تجي فينا غير ديك الجهه اللي حلف علينا خوه لاننا جلسنا فيها وبالخصوص انا، واللي ما غادي يعطوها لينا حتى خربوها. عاودناها من جديد ودرنا فيها حانوت وخرجنا منها فران، وبديت خدام انا وراجلي. من بعد غادي نولد زوج ديال الوليدات ولله الحمد، وكنخدم انا وراجلي، انا كنعجن الخبز وهو كيبيع. اليوم حنا 6 سنين باش مزوجين، عندنا زوج ديال الوليدات كي قلت لكم، فرشنا دارنا والحمد لله فرق الله الريوس ما بيناتنا ما بيننا حنا وخوه. وبقيت متبعه الرقيه حتى تشافيت وتنقيت، واليوم راه حنا عايشين مستورين. من بعد غادي نسيق الخبر باللي انه هي فين قررت انني نشارك معكم هذه الحكايه ديالي. اكيد غادي تكونوا تبغيو تعرفوا النهايه ديال كل واحد ظلمني في الماضي. غادي نسيق الخبر باللي انه ديك الحاجه فاتحه اللي كنت نعيط ليها امي فاتحه غادي تعمى وغادي تزحف وغادي تولي عندها السمنه المفرطه، وركابيها نشفوا ليها من الماء وجعها السكر والطونسيون والكواتر وجرثومه المعده، كلشي المصايب تجمعوا فيها. ديك بنتها اللي هلكاتني بالعصا كانت مع واحد 4 سنين تيديروا كلشي من الموبقات. من بعد زوجات به شهر وطلقوا، غتمشي لدولة الخليج وتضربت مع شي وحده في الملهى الليلي وغادي يشدوها، غتضرب 6 شهور ديال الحبس تما، ومن بعد غادي يجريو عليها من ديك البلاد.
اما بنت الاخرى كيف خرجت من عندهم بثلت شهور شدوا راجلها بالنصب والاحتيال لمدة 4 سنين، من بعد خرج الحكم وغادي تحكم عليه ب 14 سنة، غادي تطلق منه وغادي ترجع تخدم بالليل في البيران وماشي سربايا ولكن في الفساد، الله يعفو على الجميع. اما بنتها الاخرى اللي ما حمدتش الله وكانت بخدمتها وراقيها وبدارها اللي كان كتبها لها داك المشعويد راجل الحاجه وبطوموبيلتها، غدير 40 سنه وجاتها المراهقه المتاخره وبدات كتصاحب مع الدراري الصغار وكتخلص عليهم وكتكمي وكتشرب وكدير جميع المبيقات. ربي كبير ويا ما حقروني وبكاوني واذوني وعطوني القاب اللي ماشي ديالي، ولكن ربي كبير وما خلانيش. هاد الساعة الحمد لله وليت نفهم مع راجلي، عندي جوج وليدات، دايرين مشاريع صغيرة ديالي انا وياه متخدمين فيه بجوج ولله الحمد، الحمد لله وحتى ربي ما ضيعنيش، كل واحد ربي عطاه على قد نيته. ما نقدرش نقول نصيحة ديال الناس ولا حيت ممكن شي واحد يقدر يجيب ان تجربتي ماشي شي حاجة، ولكن انا على الرأي ديالي انا استفدت منها بزاف ديال الحوايج، لان قصتي خلاتني انسانة قوية وخلات تكون عندي شخصية قوية. ونصيحة اخرى للناس، بنادم ما عمرو ما يغرق بالمظهر، لان المظهر خداع، واحد اللي كتشوفيه الطريقة كيفاش كيتعامل معاك وكيفاش كيهضر معاك وهذا كتقولي هذا السيد واو كيف داير وهذا، ولكن من كتعاشري معاه كتلقاي وجه اخر، كتلقاي صفات اخرى، حيت هذا الشيء انا عشته مع ناس اللي كنعرفهم وناس من دمي، لقيت معاهم نفس المشكل، وناس اللي بعادين عليا ولكن في نفس المشكل، نفس المشكل كاين فيهم. والواحد ما يتيقش ما يتيقش ما يتيقش. نصيحتي انا، ما عمر بنادم ما يدير ثقه سوى ممكن يكون الوالدين صدقوا ممكن لا، الراجل ممكن يصدق ممكن لا، والواحد يتهلا في صحته، حيت صحته هي اللي غادي يلقى. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية صفاء يا سادة الكرام. وأخيرا وأخيرا تيقوني إذا قلت لكم بلي هذه كانت من أصعب القصص ليومنا هذا اللي شاركت معكم، سخفاتني، كنكتبها بالليل وبالنهار وتنسول صاحبة الحكاية وما كتختصرش لي، المهم ماشي مشكل، كاين اللي كيبغي يعاود جميع التفاصيل وما كيعرفش كيفاش يختصر، هذا ماشي مشكل، لكن المهم عدباتني واللي كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها واستفدتوا من العبرة ديالها وتعرفوا بلي أنه باقيين عايشين معنا في الدنيا ناس اللي هم خبات وناس اللي ما كيعرفوش ربي. فالله يحفظ الجميع والله يهدي الجميع، وفي الاخير هنيئا لها، كلات العصا وتآذت وتعذبات لكن ربي سرها، ربي سرها وكيف ما حافظت على راسها الحمد لله انها اليوم بدارها وكاع داكشي كانت تقال ضدها، اليوم هي بشرفها وبكرامتها وبخدمتها وبالعائله ديالها. فهذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو هاد الايام في حكايه جديده وعبره جديده، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو هاد الايام كي قلت لكم، وسلام سلام.